وإذا رأيت الرجل يكثر من الصلاة فاعلم أنه يأوي إلى ركن شديد. وذلك قال الله في كتابه: واستعينوا بالصبر والصلاة. ولو أن العبد صبت عليه هموم الدنيا كلها وأطبقت عليه مكاره الدنيا وشدائدها ووصله الله بحبل الصلاة لجعل الله له من بين أطباقها فرجا ومخرجا. فلا تخش على عبد فتح الله عليه بنافلة الصلاة، لا تخش عليه، لا في نفسه ولا في أموره وشؤونه وأحواله، كلها ميسرة مسهلة، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنها خير المواهب، كما صح عنه في قوله: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. خير عمل يقدمه الإنسان أن يصلي. فإذا حرص الإنسان على أنه لا يكون إلا متوضئا، وحرص على أنه إذا توضأ يصلي النوافل، فإنه بخير المنازل عند الله عز وجل. قال يا بلال، كما في الصحيح: إني سمعت خشخشة عليك، وفي رواية: دفن عليك في الجنة، فأخبرني عن أرجى عمل عملته. فقال: يا رسول الله، إني ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ما كتب لي. تأمل رحمك الله عبدا في هذه الدنيا يصيبه الهم في نفسه وفي جسده وفي أهله وماله وولده، وتضيق عليه الدنيا حتى مع الناس، لكنه ما أحدث إلا توضأ، وإذا توضأ صلى. هذا الذي فتح عليه في الصلاة، أيعزب عن باله أن يتعلق بربه إذا صلى؟ وأي كرب نزل بالعبد فوصل حبله بالله واعتصم بالله، فأي شيء تخشاه وأي شيء يخافه ويخشاه؟ فالصلاة صلة عظيمة بين العبد وربه. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يضربون المثل في المحافظة على هذه الطاعة، حتى إن بعض السلف رحمهم الله كان لا يمر بأرض فيها مسجد إلا نزل وصلى في المسجد، كما أثر عن ثابت البناني وهو من أصحاب أنس بن مالك، وأوصى أنس أن يغسله، وكان يحبه، وحتى إن العلماء قالوا أثبت من يروي عن أنس ثابت من قوة روايته ومكانته في العلم. وكان يقول: اللهم إن أعطيت عبدا يصلي في القبر فأعطني، أحب الصلاة حتى بعد ما يقبر، اللهم إن أعطيت أحدا أن يصلي في قبره فأعطني، من حبه للصلاة. ولا يمر في سفر على مسجد إلا نزل وصلى. وما ذكر عنه أنه سقط المسجد وانهدم، فأن قال الناس: مات ثابت، لأنه دخل المسجد ما يعرفون إلا داخل المسجد يصلي، مات ثابت مات ثابت. فجاءوا فوجدوه في التشهد والذي سقط طرف المسجد، فلما سلم قالوا: خشينا عليك. قال: والله ما شعرت أنه سقط إلا بعدما سلمت. تصلي فيفتح الله عليك بالصلات والهبات والمكرمات والباقيات الصالحات، لن تصلي صلاة إلا رفع الله بها درجتك وأذهب الله بها همك وغمك. صاح الناس في هذه الأزمنة، قال أحدهم: إني مهموم، وقال الآخر: إني مغموم، وقال الآخر إنه معه الضيق، والآخر معه ومعه، لأنهم ضيعوا هذه الصلات العظيمة بينهم وبين الله عز وجل. فلن تجد عبدا يصل حبله بالله بهذه الطاعة والقربة إلا وجدته مكفي الهم في دينه ودنياه وآخرته. وضرب العلماء المثل في ذلك الإمام الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي صاحب عمدة الأحكام المشهور، ذكروا عنه أنه كان يصلي في اليوم 300 ركعة، يصليها بالسور القصيرة والآيات القصيرة، ويقول: تنشط نفسي ما دمت متوضئا. ما الذي يحول بين الإنسان وبين أن يقبل على الله
تأمل أخي في الله كيف تنتظر رجلا وضيفا يقرأ عليك بيتك فتستأنس أن زائرا يزورك وأن ضيفا يزورك وتتمنى أن فلانا الذي تحبه يزورك، فكيف إذا أقبلت على ملك الملوك وإله الأولين والآخرين؟ ما تعرف ما هي الصلاة؟ الصلاة أنك تناجي الحي القيوم، فإذا أقبلت على الله أقبل الله عليك. الصلاة هذه من أعظم القربات وأجلها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يزال العبد بخير ما وصل هذا الحبل بينه، سميت صلاة لأنها صلة بين العبد وربه. فالنافلة المطلقة أن الإنسان هذه مراتب، يحافظ على الفرائض ثم يحافظ على النافلة المقيدة ثم يحافظ على النافلة المطلقة. والله لقد أدركت أقواما في آخر أعمارهم من وصل إلى قرابة 90 سنة وهو لا يفوته ورده من الليل والنهار في الصلاة، وجسمه مريض من الأسقام والأمراض لكنه إذا صلى كأن لم يكن به بأس. تجده إذا جاءت مصائب في أهله وماله مجرد أن يصلي تتيسر أموره، كيف تتيسر ما تدري. هذه ولاية الله عز وجل، العبد الذي يعرف لماذا خلقه الله ولماذا أوجده، ثم يبحث عن أقرب شيء يقربه إلى الله، عن أعظم شيء يقربه إلى الله، فيجد هذه الصلاة وهذه القربة النوافل المطلقة الحرص عليها. يستحي العبد أن تغيب عليه شمس اليوم وليس عنده إلا السنن الرواتب، يستحي، خاصة إذا كان طالب علم، فيحرص على أن يكون بينه وبين الله خبيئة. كان بعض طلبة العلم وبعض العلماء أدركنا منهم من يستيقظ من بعد صلاة الفجر فيتفرغ لتعليم أبناء المسلمين إلى صلاة الظهر، فإذا صلى الظهر رجع إلى بيته، ظنوه ينام، ظنوه يرتاح، فيصيب ما يصيبه من الطعام، ثم تجده والله مثل الرجل الذي يبحث عن كنز، يفز كالهائم على وجهه فقط من أجل أن يتوضأ، ثم يصلي إلى أذان العصر، لا يعرف السآمة ولا الملل والضعف. فإذا صلى العصر انتصب لطلبة العلم، خرج إلى طلبة العلم يعلمهم ويدرسهم وكأنه جلس في بيته يرتاح، يظن أنه نائم. والله إنها نعم الراحة أن تناجي ربك، عندها يفتح عليك في الخشوع، عندها يفتح عليك في تدبر القرآن، عندها يفتح عليك في الشعور بنعمة الله عز وجل عليك. هي صلة، صلة لن تقول السلام عليكم من صلاتك إلا وقد حزت خيرا في دينك ودنياك وآخرتك.